أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله يكره الموت وأكره مساءته، هل العائد في مساءته إلى الموت أو إلى الإنسان؟ نعم، يقول سلمك الله، هل العائد في مساءته يعود إلى الموت؟ يعني الضمير هذا كذا، ايش معنى السؤال؟ نعم، يكره مساءة وليه، يكره مساءة وليه، يكره ما يسوء وليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.